جميع الأنبياء أمروا أقوامهم بالاستغفار، وهو طلب المغفرة، طلب السماح، طلب التجاوز من ربنا عز وجل مما يقع فيه الإنسان، سواء من التفريط في فعل الطاعات أو الوقوع في المخالفات. نوح عليه السلام كان يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك هود قال لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. صالح قال لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. شعيب عليه السلام قال لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أيها المسلمون، إذا كان هذا شأن الاستغفار، وأن جميع الأنبياء يأمرون أقوامهم بالاستغفار، بل إن ربنا جل وعلا مع رفعته لقدر الأنبياء وإجلاله لمنزلتهم، مع ذلك يقول لهؤلاء الأنبياء: استغفروا ربكم. يؤمر به نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤمر به هود وصالح وإبراهيم وجميعهم يفعلونه في عبادتهم لربهم. فإخبار ربنا جل وعلا بشأن الاستغفار وذكره في القرآن ينبغي أن يدفعنا جميعا إلى الإكثار منه.